الإخوان الأخوات، السلام عليكم. اليوم بغيت نتحدث لكم على كيفاش المغرب يمكن له يحقق معدلات ديال النمو مهمة باش يخلق فرص الشغل بما يكفي للشباب والمتخرجين، وما نبقاوش فقط في هذه نقاط النمو الضعيفة جدا اليوم اللي مرتبطة بطبيعة الحال بالتغيرات المناخية وبالضغط المائي وبالأداء الفلاحي. غنمشي غنهضر على كل القطاعات الاقتصادية، غنبدا قطاع بقطاع باش نبين لكم كيفاش المغرب يمكن له يحقق 7 ولا 8% كمعدل ديال النمو خلال واحد السنة مالية، وكيفاش أن المغرب يمكن له في خلق فرص الشغل على الأقل يفوت 100,000 فرصة شغل اللي يمكن له يخلق في السنة، عوض بطبيعة الحال أنه يبقى يتسنى يدير 2 و3% ديال النمو باش نخلقوا فقط 31,000 ولا 50,000 منصب في السنة كأقصى تقدير في الظروف الحالية، واللي هي ما كتغطيش نهائيا سوق الشغل ولا المتطلبات اليوم ديال الحاملي الشواهد العليا وديال المتخرجين، ولا حتى في المجال المقاولات لا تساعد باش أننا نطوروا مجال المقاولات ديالنا ونطوروا ريادة الأعمال. بالنسبة للقطاع الفلاحي، ما يتعين القيام به هو كالتالي: أول حاجة، بعدا كنعرفوا أن كاين ضغط مائي كبير، وكاين تغيرات مناخيه، وكاين شح ديال المياه، وكاين مناطق اللي شهدت ايضا فيضانات. شفنا ما وقع مثلا في المنطقه ديال ورزازات، منطقه الرشيديه، دقلمي. اذا اول حاجه بعدا على مستوى القطاع الفلاحي، وخصنا نشتغلوا حتى مع القطاعات الاخرى المعنيه، لان ضروري يكون مدجو صور التواصل، لان القطاع اللي كيدبر الماء معني، القطاع ديال البيئه معني، القطاع ديال الطاقات المتجدده معني، والقطاع الفلاحي معني. اول حاجه بعدا غنشوفوا نديروا دراسات علميه ونشوفوا شنو هي المناطق اللي يمكن لها تشهد تساقطات او غتكون فيها فيضانات، وهذه المناطق هذه نجهزوها من ناحيه البنيه التحتيه المائيه ونديروا فيها السدود، ثم نخلقوا انابيب سقويه، نديروا مدارات سقويه جديده باش نقويوا الانتاج الفلاحي ونوفروا المياه للفلاحين اللي كاينين في هذه المنطقه. بالنسبه للمدارات السقويه الحاليه، خص اعاده المراجعه ديالها، ثم ايضا واحد النقطه اساسيه المغرب خصو يشتغل عليها، الاصلاح ديال الانابيب ديال المياه الحاليه. هناك 40% ديال الضائع اللي كتمشي، وضروري اننا خصنا نصلحوا داك الان ديك القنوات ديال الماء، لان كنبدلوا الماء بزاف. اذا خصنا نقننوا استعمال الموارد المائيه، لان كل ما قننا الاستعمال كل ما كنوفروا الماء، كل ما كنستعملوا داك الماء باش ننتجوا اكثر ونرفعوا الانتاجيه ونوفروا الامن الغذائي ونحققوا محصول زراعي مهم وانتاج فلاحي مهم، لا على مستوى الخضروات لا على مستوى الفواكه، وبالتالي حتى القيمه المضافه الفلاحيه اللي اليوم كنعتمدوا عليها في النمو غتكون مهمه جدا، ما غتكونش في 20% نوصلوها ل 30 40%. هذا بالنسبه للقطاع الفلاحي. ثم من بعد غنمشي دابا للقطاع الصناعي. القطاع الصناعي الاشكاليه الكبرى اليوم اللي كاينه فيه، لان كنشوفوا المغرب كيجيب مستثمرين اجانب، كاين شركات اجنبيه اللي كتفتح، ولكن ما كاينش الواقع الاقتصاد الوطني، نقاط النمو كتبقى مرتبطه بالقطاع الفلاحي ضعيفه، وخلق فرص الشغل حتى هو ضعيف. اذا شنو خصنا؟ خصنا منين نبلورو شراكات صناعيه مع شركات دوليه اجانب، مع شركات متعدده الجنسيه، في اطار شراكات بين القطاع العام والخاص او استقرار فقط لشركات خواص بالمغرب، كنوضعوا واحد ماشي دفتر التحملات ولكن اتفاقيه او تعهد ديال القطاع الخاص الاجنبي اللي غيجي في المغرب، شحال ديال فرص الشغل غادي يخلق، شنو هي القيمه المضافه المحليه اللي غادي يحقق، وهذه اساسي جدا باش كنعرفوا الحجم ديال التطور ديال هذيك الشركه الاجنبيه داخل التراب الوطني. ماشي كتجي كنقولوا لها فقط افتحي وعندك امتيازات وديري استثمارات وكتستثمر فقط في واحد البنيه التحتيه، من بعد القيمه المضافه تصدر الى الخارج، لا تخلق فرص الشغل والمغرب ما كيستافدش الكثير. باش المغرب يستافد الكثير في القطاع الصناعي، خص هاد الشركات الاجنبيه وهاد الشركات الاجنبيه كنجي كنقول عندك امتيازات ضريبيه وجبائيه، ولكن بالتالي غادي تجي غادي تعطينا واحد التعهد فيما يتعلق بالتوظيف، فيما يتعلق بتكوين الكفاءات الشابه المغربيه، وفيما يتعلق ايضا بتحقيق واحد رقم المعاملات في المغرب، وباش هادشي يرجع بالنفع على الناتج الوطني المحلي. بالنسبه للشركات المغربيه الصناعيه، خصنا نواكبهم. كاين شركات صناعيه كتنشط في مناطق صناعيه كبرى، في سطات، في الدار البيضاء، في المحمديه، في طنجه، حتى في النواحي ديال سوس ماسه، خصها مواكبه ونشوفوا كيفاش نطوروا الصناعه ديالهم ونأهلوهم باش يولي عندهم معايير ديال الجوده الدوليه، باش حتى هما ينخرطوا فيما يعرف بسلاسل الانتاج الدوليه. ماذا يعني هذا؟ ان هذه الشركات الاجنبيه اليوم تصبح كتنتج منتوجات بالعلامه المغربيه،
تصدرها وتسوقها على المستوى الدولي، وبالتالي المغرب غتكون عنده عاوتاني مداخل من العمله الصعبه بالاورو بالدولار، لان غيرفع من التنافسيه الاقتصاديه ديالو، وايضا هاد الشركات غتقوى وغتنمى وغادي تولي مجموعات، وبالتالي هذه ما تبقاش فقط شركات او مصانع اللي كتعتبر فئه ديال النسيج المقاولات ديال المقاولات الصغيره والصغيره جدا، غادي تولج نادي ديال المقاولات المتوسطه، وعلاش لا غدا تولي مجموعات وتولي مقاولات كبيره. اذا خصنا ناهلوا القطاع الصناعي ديالنا باش ترفع الانتاجيه ديالو، وباش انه يحقق معدلات نمو مرتفعه، وكل ما المصنع او الشركه الصناعيه كبرات، كل ما كتوظف اكثر، كل ما كتحقق رقم معاملات مهم، كل ما الدولة كتحصل على ضرائب أهم، وكل ما القيمة المضافة الصناعية تصبح مهمة في الناتج الداخلي الخام ديالنا، يعني في الناتج القومي، وبالتالي كنزيدو نرفعو معدلات النمو، وكنقدرو نوصلوها لسبعة حتى لثمانية في المية إلى كان يعني واحد الاشتغال على الإنتاجية الفلاحية، يعني فيما يتعلق يعني بالمجال الفلاحي وغير الفلاحية. الصناعيه هضرنا عليها دابا، دابا غننتقلوا نهضروا على اخرى، لان ملي كنقولوا غير الفلاحيه ما فيهاش غير الصناعيه، فيها الصناعيه وكاين السياحيه وكاين الخدماتيه. طبعا الحال ملي كنتحدث على الصناعيه راه كنهضر على الصناعه العصريه والصناعه التقليديه بجوجهم. دابا غننتقلوا للقطاع الخدماتي. اليوم القطاع الخدماتي مرتبط بالتحول الرقمي. المغرب وضع واحد يعني استراتيجيه رقميه تصور على 2030، ما غندخلش في التفاصيل ديالها اليوم بزاف، لان مع الاسف ما كاينش مؤشرات علميه، ما كاينش تصور يعني على مدى السنوات المقبله كيفاش هاد الاستراتيجيه غتنزل، كيفاش غادي تحقق، شنو هما الاليات، شنو هما الادوات ديال العمل، شنو هي الوسائل اللي غادي توضعها، شنو هو التصور، شنو هو يعني التنزيل الاستراتيجي السليم باش نوصل لهذيك المؤشرات ونحققوا اكثر من ذاك 200 الف منصب شغل اللي تم الاعلان عليه. ما ندخلش في التفاصيل لان هذا كيكون فيديو اخر، باش غادي نقيموا الانتاجات الاوليه نتيني او يعني المنجزات الاوليه الاستراتيجيه الرقميه، ولكن خصهم بعدا نشوفوا شنو غادي يديروا عاد نرجعوا لهذا الموضوع. القطاع الخدماتي شنو خصو اليوم؟ القطاع الخدماتي خصو مقاربه بسيطه جدا. كنعرفوا شركات اجنبيه كتجي كتستقر في المغرب وكدير ما يعرف يعني بمراكز النداء، وكدير واحد يعني سنتر دابيل، وكدير يعني شركات مختصه في الانظمه المعلوماتيه وفي التحول الرقمي. هاد الشركات هادي ماشي فقط كنجي كنقول لهم عندكم اعفاءات كما درنا يعني في مشروع الانطلاق اللي كان بلان ايمرجونس وصافي، لا كاين خصنا نواكبوهم، وهاد المواكبه تكون كنشوفوا شنو هو التطور ديال هاد القطاع الخدماتي، كيفاش يمكننا نحفزوهم يمشيو يستقروا في جهات اخرى من المملكه، ما يبقوش فقط في المدار ديال يعني الرباط طنجة الدار البيضاء سطات، وانهم يخرجوا على هذا المدار يمشيو لمنطقة سوس مسا، يطلعوا للمنطقة الشرقية يمشيو للجنوب الشرقي وهنا يستثمروا ونعطيهم امتيازات باش يستقروا تما، ويعني نشوفوا يعني شنو هو كيفاش البرمجة ديال التوظيف كيفاش كتكون عندهم في السنوات المقبلة من خلال ما يعرف باللغة الانجليزية بالبيزنس بلان، وكنشوفوا معاهم على المدى المتوسط والبعيد شحال يمكن لهم يشغلونا ديال الشباب ديال الحاملين ديال المشاريع ديال المتخرجين، إعادة تأهيل وتكوين ديال الكفاءات، وهذا ما يمكن له يرجع إلا بالنفع الاقتصاد الوطني، لأن كنأهلوا الموارد البشرية ديالنا، غيمكننا يعني نوظفوا أكثر، يعني نخفضوا معدلات البطالة اللي كتعرفوا اليوم 14% على المستوى الوطني، وتقريبا 40% في الفئة ديال الشباب، نرفعوا من يعني قابلية الاشتغال ديال النساء، خصنا نوصلوا 30-40%، ما نبقاوش فقط يعني في ما بين 10-15 إلى آخره، ثم أيضا هاد الشيء غيمكن هاد الشركات نيت دير رقم معاملات مهم، وبالتالي غترفع من القيمة المضافة ديالها، وملي كنرفعوا من القيمة المضافة ديال الشركة راه كنرفعوا من الناتج الداخلي الخام، وكنحسنوا مستوى النمو ديالنا من سنة إلى أخرى. متعلق بالقطاع الخدماتي، ماشي فقط توقيع ديال الاتفاقيات وكنجيو كنوضعوا أرقام، وما كاينش تتبع، ما كاينش مصاحبة للتطور ديال هاد الشركات المتعددة الجنسيات اللي كتجي في المغرب وكتستقر باش أنها تفتح فروع ديال مراكز النداء، أو تفتح يعني مراكز ديال يعني تسيير الانظمه المعلوماتيه عن بعد، ما يعرف بالانفوجيرونس بلي سيستم دافورماسيون، يعني لا ديجيتاليزاسيون، كل ما هو رقمي، كل ما هو متعلق بالاقتصاد الرقمي. هذا اساسي جدا في القطاع الخدماتي. القطاع السياحي، القطاع السياحي عاوتاني اليوم خصو مقاربه جديده. نعلم ان القطاع السياحي تضرر يعني من الجائحه ديال الكورونا الى يومنا هذا، ولكن القطاع الخدماتي المغربي اليوم خصو تكون عنده جاذبيه اكثر. ومن الجانبين، يعني بالنسبه للمواطن المغربي يعني داخليا، وبالنسبه للسياح الاجانب خارجيا. اذا شنو خصنا؟ خصنا بعدا نسوقوا ونعرفوا اكثر السياحه المغربيه، المناطق السياحيه، المناطق اللي فيها مؤهلات طبيعيه، البنتوج المغربي،
الثقافة المغربية، التقاليد المغربية، ونعرف بها أكثر فأكثر باش نجذبوا السياح من آسيا، من أوروبا، من أمريكا، وحتى من إفريقيا. هذه بعدا نقطة خصنا نشتغلوا عليها. ثانيا التجويد ديال الخدمات، والتجويد ديال الخدمات وتكون ملي كنهضروا على التنافسية، التنافسية شنو فيها؟ في قطاع السياحة وفي قطاع آخر، فيها الجودة ديال الخدمات وفيها الثمن. ما يمكنليش نقول لك عندي جودة ديال الخدمات وتكون عندي أثمنة مرتفعة لين السائح اللي غادي يمشي وغادي يعني غادي يدوز العطلة ديالو في إسبانيا ولا في تركيا وتقام عليه بأقل من المغرب، ولا يمشي يديرها في بانكوك وتقام عليه أقل، غيقول علاش أنا غادي نجي للمغرب؟ لا، ضروري من التنافسية نتحكموا في الكلف وتكون أثمنة تنافسية وأثمنة مقبولة باش نجذبوا السياح، وغيجيو غيقولوا بأن أثمنة ملائمة وماشي يعني مضاربات وفاتورات فيها واحد الأثمنة خيالية والطبق كيتباع مضروب في 5 مضروب في 10، هادشي ما خصوش يبقى. ضروري تكون تنافسية في الجودة وتكون تنافسية حتى في الأثمنة ملائمة، ضروري تكون هاد الملائمة، يكون هاد التناغم بين الثمن وبين الجودة. هذا باش نستقطبوا يعني السياح الأجانب، السياح المغاربة. طريقة عاوتاني باش يمكن لينا يعني نشجعوهم باش يعني يستهلكوا في المغرب، وأنهم يعني يستافدوا من العطل ديالهم ويسافروا في المغرب، تقريبا نفس يعني المقاربة المهنية، تقديم الخدمات الفندقية والخدمات ديال الإيواء وديال الإطعام، جودة جيدة، لأن المغربي تيدير هذه المقارنة، كيقول أنا مشيت البرتغال، مشيت لاسبانيا، مشيت لتركيا، مشيت لآسيا، يعني شفت واحد الجودة خدماتي عالية جدا عوض مع يعني الوحدات الفندقية المغربية، والثمن يكون ثمن معقول، وخصوصا يعني في المرحلة ديال الاصطياف الصيفي. هنا فين خصنا نشتغلوا اكثر القطاع السياحي، ويكون واحد العرض يعني وطني جذاب في 12 جهة من المملكة، باش كنشجعوا اكثر فاكثر السياح انهم يعني المغاربه بطبيعة الحال انهم يديروا يعني الاسفار ديالهم، يستافدوا اكثر من السياحه المغربيه الداخليه. لان ملي كنشوفوا الدول المتقدمه في طور النمو، ملي كنمشيو نشوفوا مثلا الدول في اسيا، كنشوفوا مثلا يعني تايلاند، كنشوفوا مثلا تركيا، اسبانيا، سياحه داخليه قويه من طرف يعني المواطنات والمواطنين، وسياحه خارجيه ايضا، سياحه خارجيه اقوى 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 بطبيعه الحال. وهذا خصنا نوصلوا لهذا المستوى اللي بغينا نرفعوا من السياحه ديال المغربيه. الا رفعنا من السياحه المغربيه، الاقتصاد الوطني سيستفيد من جميع النواحي، غيستفيد من ناحيه النمو الاقتصادي اللي كنهضروا عليه في هذه الحلقه ديالنا، باش المغرب يوصل 7-8 من معدلات النمو. كنعاود نذكر بان خص جميع القطاعات نشتغلوا عليها على حسب ما فسرت في هذا الفيديو: القطاع الفلاحي، القطاع الصناعي، القطاع السياحي، القطاع الخدماتي، القطاع المتعلق بالرقمنه. ثم ايضا ملي كنخدموا السياحه الخارجيه اكثر، العائدات المغربيه غتكون مهمه، بلا ما نساو ان عندنا واحد النوع من الزبائن اللي هما مغاربه مقيمين بالخارج، هادو ملي غادي يجيو يستافدوا من العطله ديالهم يكون عندهم واحد انطباع ايجابي، غيرجعوا السنوات المقبله. وبالتالي سنستمر في تحطيم الارقام القياسيه فيما يتعلق بالتحويلات المغاربه الخارج نحو البلاد، نحو المغرب، بالاورو بالدولار. وبالتالي ملي كتكون عندنا يعني مخصصات مهمه من العمله الصعبه، كتكون عندنا متانة على المستوى الاقتصادي، متانة على مستوى الميزان التجاري، وبالتالي يعني داك الاحتياطات اللي كيكون المغرب مدخرها من الاورو والدولار كتكون مهمة، وبالتالي هذا كيقوي الاقتصاد الوطني وكيقوي التوازنات الماكرو اقتصادية ديالنا، لأن كتكون عندنا يعني واحد المدخرات مهمة كيمكن لي ما نبقاوش نقولوا فقط 6 شهور 7 شهور من الصادرات اللي يمكن لينا يعني نوفروا، ولا اللي يمكننا اليوم يعني نقولوا بان راه يمكننا نحققوها، ولكن نمشيو لسنه ونمشيو حتى لسنتين. وانا بالنسبه لي المغرب عنده مؤهلات كبيره باش يكون عنده مدخرات بالاورو والدولار مهمه، باش انه يوفر 3 سنين ديال الاستيراد، 3 سنين ديال الاستيراد، عفوا كنهضر على الواردات ماشي على الصادرات، انه ما نبقاوش نقولوا 6-7 شهور الصادرات على حسب المخصصات اللي عندنا بالاورو بالدولار، نمشيو سنتين ثلاثه ديال السنوات كقيمه ديال يعني كقوه ديال المغرب باش انه يستورد بالاورو او بالدولار. ولكن نشتغلوا اكثر على دعم المنتجات المغربيه وعلى تطويرها، لان حتى هذه المساله ديال الواردات خصها تراجع، باش اننا نقللوا ونقلصوا من الواردات شنو خصنا نديروا؟ ونشتغلوا اكثر على القطاع الصناعي، على الاكتفاء الذاتي، على الانتاجيه المحليه الوطنيه، لا على المستوى الاقليمي ولا على المستوى الجهوي، لا على المستوى الترابي، في المجال الفلاحي وفي المجال الصناعي، باش ما امكن الشركات الوطنيه كما بغات تكون، مقاولات صغيره كبيره متوسطه خصوصيه عموميه شبه عموميه، تولي يعني تشتري
وتتعتمد على المقاولات الوطنية، وبالتالي نخفضوا ما أمكن من الواردات اللي كتقام غالية على المغرب واللي كنستهلكوا فيها القروض الدولار، ونخليو الواردات لواحد المنتجات عندها واحد الخصوصية أو المغرب محتاج ياخدها لواحد الظروف سياسية استراتيجية إقليمية. هنا فين خصنا نستعملوا يعني المخصصات ديالنا ديال القروض الدولار، وما نستعملوهاش باش انا نستوردوا واحد المواد اللي المغرب اليوم عنده مؤهلات كبيره وانه يستطع انه ينتجها داخليا، وبالتالي يقوي النمو ديالو ويرفع من القيمه المضافه ديالو الفلاحيه والصناعيه. اذا هذا فقط فيديو توضيحي باش كنقول بان ملي كنتحدثوا على ان المغرب في اطار حتى النموذج التنموي المرتقب، لان باقي مع الاسف مازال ما حققناش المحاور ديالو، كنقولوا بغينا نطمحوا 7-8% النمو من هنا المغرب الافق 2030، راه بالشغل على هذه القطاعات الاقتصاديه وبالاخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات اللي قلت لكم في المجال الفلاحي والصناعي والسياحي والخدماتي والرقمنه ايضا، الا ما درناش هذا الشيء مع الاسف راه ما عمرنا غنوصلوا لمعدل النمو 7-8%، غنبقاو فقط 3-3.5% 2.5% ارتباطا بالتساقطات المطريه. وكنتمنى اننا نخرجوا يعني من هذا التصور الاقتصادي الحالي اللي حنا فيه، ونمشيو نحو تصور اقتصادي منفتح يمكن من تقويه يعني المقاولات المغربيه وتقويه المؤسسات الاقتصاديه ديالنا باش نحققوا معدلات نمو مرتفعه ديال 7-8%. وبغيت نشكركم مره اخرى على التفاعل ديالكم على القناه، التعليقات ديالكم، التشجيعات ديالكم على الناس اللي يعني كتنخرطوا في القناه، ولا لاحظتوها انا ما عمري في شي فيديو قلت للناس بقاو تدخلوا بقاو تنخرطوا في القناه، علاش؟ لان كنامن بواحد الحاجه، الناس اللي كتبحث على البحث وعلى العلم والمعرفه واللي كتبغي المحتوى الهادف راه هو تلقائيا ملي غيشوف هذا الفيديو غيلقى بان كاين محتوى وكاين عمل وكاين مجهود، راه هو براسه راه غينخرط. ما نحتاجش انا يعني فاش نجي في الفيديو نبدا نقول للناس نخرطوا ولا كتبوا تعليق ولا تقاسموا، المهم هو ان المحتوى يعجبكم، ولا عجبكم بغيتوا تنخرطوا تقاسموا وتعلقوا مرحبا بكم دائما، وشكرا دائما على التتبع ديالكم وعلى التشجيع ديالكم، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر بحول الله تعالى.